بنحط 3 حبات قهوة هيك بهالطريقة. ادي سكيوموني دي كابوتشينو او كريمة الكابوتشينو او راح نسميها رغوة الكابوتشينو. بونجورنو توتي، بونجورنو يا بلدي، بونجورنو لكل متابع من وين ما كان. مثل ما كنتوا شايفين انا ورا البار بمطعمي بمحلي، اليوم راح اعمل الباريستا لحتى اقدم لكم اطيب رغوة قهوة او كريمة قهوة. هاني بالايطالي اسمها سكيوموني دي كابوتشينو. السكيوموني او سكيوما هي الرغوة. راح احضر لكم اياها باسهل طريقة وراح اقدم لكم اياها بطريقتين. هلا تابعوني لاقدم لكم الوصفة. عندي 150 جرام حليب مثلج، مثل ما كنتوا شايفين بيطلعوا 10 قوالب. راح احطهم هلا بالخلاط. 4 معالق سكر قصب، معلقة ونص نسكافيه. عندي كيس صغيرة حليب تقريبا 100 ملي، راح احط نصها. حليب لازم يكون كتير بارد، ومشغل الخلاط. بعد 5 دقايق الحليب اللي فضل عنا بنحطه شوي شوي. بدنا نخلطه لمدة 10 دقايق. مثل ما كنتم شايفين راح يتضاعف حجمه. مثل ما كنتم شايفين هذا القوام الكريمي اللي لازم نحصل عليه. هلا راح فرجيكم كيف بنقدمه. بنقدمها هيك بهالشكل. بنحط 3 حبات قهوة هيك بهالطريقة. هذه سكيوموني دي كابوتشينو او كريمة الكابوتشينو او راح نسميها رغوة الكابوتشينو. هلا راح اقدم لكم اياها بطريقة ثانية. مثل ما بتعرفوا انا كمان بصنع ايس كريم. راح اخذ طعمة الحليب. لرغوة الكابوتشينو افضل نوع هو الايس كريم بالحليب. مثل ما كنتم شايفين عندي شوكولا السودا وعندي شوكولا البيضة كمان. انا لهيدي الوصفة بفضل الشوكولا السودا. هلا بنحط عليها شوكولا. بنجيب رغوة الكابوتشينو او كريمة الكابوتشينو. بنحط رشة كاكاو على الوجه. وبنقدمها بهالشكل. شو رايكم بكريمة الكابوتشينو او رغوة الكابوتشينو؟ شفتوا لي على الشكل عليه؟ شفتوا لي على المنظر؟ هلا راح ذوق الايس كريم مع رغوة الكابوتشينو. مثل ما كنتم شايفين الايس كريم بالحليب مع رغوة الكابوتشينو شغلة كبيرة. بتاخذوا شوية رغوة كابوتشينو مع الايس كريم. بهالشوبات غير شكل. بونيسيمو. كتير كتير طيب. رح كفي اطيب ايس كريم مع رغوة الكابوتشينو وبشوفكم فيديو جديد. تشاو. اذا عجبتكم الوصفة اشتركوا بقناتي وتابعوني. حضن كبيرة للكل.